بدأت البطولة الأولى للكاراتيه للفتيات الموسم الرياضي الحالي، وذلك على صالة الاتحاد الكويتي للكاراتيه بنادي السلمية، بمشاركة كافة الأندية المحلية المشاركة في أنشطة الاتحاد. وتعد هذه البطولة هي الأولى التي تنظم من اتحاد اللعبة، حيث يأتي ذلك من منطلق الاهتمام بالرياضة النسائية من قبل مجلس إدارة الاتحاد الذي يسعى لنشر اللعبة وتطويرها في المستقبل. التفاصيل في سياق التقرير التالي. إيمانا بأهمية الرياضة النسائية، انطلقت أول بطولة لاتحاد الكاراتيه فتيات أشبال ناشئات وعمومي، كاراتيه فردي وكوتيه وقتال فردي. البطولة اليوم إن شاء الله اللي هي موسم 2022 و2023 راح تمتد من 15 إلى 17 أكتوبر لثلاث فئات من الفتيات. اليوم أول يوم لنا للبطولة اللي هو إن شاء الله حق الأشبال من 11 سنة وتحت و13 سنة وتحت. عندنا الأكاديميات وعندنا النوادي المحلية كلها مشاركة، يعني تقريبا الأغلب اللي عندهم يعني فرق بنات. وأشوف إن شاء الله المنافسة إن شاء الله بينهم قوية. أقول لهم هذه تجربة لكم وشدوا حيلكم فيها، وهذا يعني فرصة للتنافس واكتشاف المواهب، وإن شاء الله الكل يحالف الحظ إن شاء الله. البطولة جاءت بعد تجهيزات على قدم وساق بأجواء من الحماس وسط تطلعات بالفوز بمشاركة عدد من النوادي المحلية. والله الحمد لله النادي العربي مو مقصر، جايب الاستعدادات للاعبين كلهم، مسويين فتره اعداد صار لنا شهرين ما شاء الله. معظم فريق النادي العربي لاعبين منتخب الكويت ما شاء الله، مدرب المنتخب مو مقصر معاهم، جابهم واشتغلنا معاهم وان شاء الله ربنا يكرم. حوالي اربع فرق، والاتحاد الكويتي فاتح للصالات الخاصه في بطولات البنات بس انها تشترك علشان يقوي، يعني لو في حد مثلا لان هو بيبحث عن عناصر كويتيه تمثل المنتخب الكويتي. هذه رابع بطوله العب فيها، ومدربي سنسي داوود، وكل مره بالتدريب يعني وسنسي داوود يشد علي كل مره، وان شاء الله افوز المركز الاول. الفئه اللي العب فيها تحت 13، وانا بلعب كاتو كوميتيه. الفتيات وتطلعات إلى الحصول على أعلى المراكز وإنجاز الاتحاد الكويتي للفتيات من خلال هذه البطولة. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.